خلينا نتوقف عند أهم المحطات في حياة الفنانة الجميلة زبيدة ثروت. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي. صباح الخير ولكل المشاهدين. صباح النور. أهلا بك. يعني هي رحلة فنية بدأتها الفنانة الجميلة زبيدة ثروت من وهي صغيرة جدا، كانت تقريبا في سن 16 سنة. في البداية يعني زي ما كنا بنتابع في التقرير، كان في رفض من قبل عائلتها ان هي تدخل عالم الفن، وكان جدها مصر ان هي تمتهن. صحيح، تبقى خلفته في مجال المحاماه. بالظبط، محامي شهير جدا في الاسكندريه، اشهر محاميه الاسكندريه الحقيقه. فهو كان حابب كده، فدرست الحقوق على مضض الى انه قررت انها تعمل تغيير للمسار وانها تبقى فنانه. والدها الحقيقه شجعها وكان معاها طول الوقت وملازمها يعني. طيب استاذ اشرف، اول لقطه للفنانه زبيده ثروت كانت مع الفنانه شاديه، وكانت الفنانه شاديه من الاسماء المهمه جدا في حياتها، واول من قدم لها الدعم، وكان مشهد فيه بكاء شديد ليها دور مهم جدا في صناعه النجمه الشابه الوقت ده زبيده ثروت. القصه هي كتبتها مدام زبيده الله يرحمها، يعني كتبتها في مجلة الكواكب في مقال اسمه دموع في البلاتو سنة 57. يعني بعد حوالي سنة من مرور الواقعة، والواقعة كانت طريفة جدا. هي لما دخلت البلاتو كانت لابسة فستان سواريه ولابسة لبس، يعني وهي كانت وقتها صغيرة جدا، يعني وقتها هي يعني لم تكمل ال 16 سنة. والمخرج محمد كريم كان زعق أول ما شافها وقال لها أنت جايبين لي برنسيسة، فوالدها تدخل قال له برنسيسه بنت برنس يعني. فمن الواضح ان الشد والجذب خلاها بكت في البلاتو ده، ودخلت اوضه المكياج ودخلت وراها شاديه وقعدت تلاعب كده زي القصه، وقالت لها يعني القمر ده ما يبكيش وما يعيطش، وقعدت تشجعها. وكان هي ما بتعتبرش فيلم دليله قصدي بتاع شاديه وعبد الحليم حافظ تجربة سينمائية متكاملة، لأنها يعني قالت جملتين في الفيلم، وهي دايما كانت بتقول عليه إن هو كان تيست اختبار لكونها تنفع تصل للتمثيل ولا لأ. لكن أول تجاربها يعني هيبقى فيلم النساء أو الفيلم الآخر اللي عملته مع يحيى شاهين، هي عملت فيلمين مع يحيى شاهين وحزين حلم المهندس بعد التجربة ببعد دليل تحديدا. طيب استاذ اشرف، يعني الفنانه زبيده ثروت ابتدت يعني تدخل مجال الفن بعد ما نشرت صورتها على غلاف مجله الجيل وكمان الكواكب، وكانت فازت في مسابقه ملك الجمال الشرق. بالظبط. يعني ايه كمان كانت مقاومات الفنانه زبيده ثروت، طبعا غير جمالها يعني المبهر، بس ايه كمان مقاومات اهلتها ان هي تشارك في اعمال مهمه، يعني في بيتنا رجل ويوم من عمري، ويعني اعمال مهمه كمان في مسيره الفنانه زبيده ثروت؟ كتير قوي، حديث شرف و صحيح، والمذنبون كمان، والحب الضائع والمذنبون وحاجات كتيره جدا الحقيقه يعني. والملاك الصغير ده انا افتكرت الفيلم الثاني اللي عملته في حياتها، يعني التجربه الثانيه او الثالثه في مسيرتها يعني مع يحيى شهيد. اعتقد ان هي في تاريخنا طول الوقت هتلاقي ممثلات او جميلات دخلوا الفن من باب الجمال وبعدين صرنا ممثلات، زي طبعا زي زبيده ثروت. في مقوله شهيره جدا قالها حسين حلمي المهندس المخرج والكاتب والمنتج الكبير، يعني لما شاف عينين زبيده ثروت قال لهم هاتوا لي صاحبه العينين دي، تخينه رفيعه قصيره بتمشي ما بتمشيش، انا محتاج صاحبه العيون دي. فهي دخلت من بوابه الجمال، ما حدش يقدر ينكر ده، وهي نفسها عارفه انها دخلت من بوابه الجمال الفني، لكن ابتدت تطور نفسها واشتغلت مع العمالقه يحيى شاهين كتير قوي، احمد رمزي، وتاني تجاربها اللي هو الفيلم اللي عملته مع رمزي يعني، وبعدين دخلت تجارب سينمائيه مختلفه جدا يعني. من التجارب السينمائيه كمان استاذ اشرف، يعني نقطه مهمه اللي حضرتك اشرت اليها، انها دخلت عالم الفن من بوابه الجمال، لكن لم تكتفي بهذا الجمال، هي طورت من ادائها الفني خلال اعمالها، وطبعا بمشاركه عمالقه الفن الفتره دي، بنتكلم على مثلا دورها في يوم من عمري مهم جدا مع عبد الحليم حافظ،
وكمان عايز اقف مع حضرتك عند دورها في فيلم في بيتنا رجل، لانه الفيلم ده يعتبر يعني بالظبط من افضل من افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. كمان عندها فيلم تاني، عندها فيلمين المذنبون وزوجة غيورة جدا كمان واكتر من فيلم اخر. يعني افضل في قائمه افضل 100 فيلم هتلاقي في بيتنا رجل والمذنبون ايضا في القائمه في تاريخ السينما المصريه. اعتقد ان التجربه كمان تجربتها الفنيه على رغم قله الاعمال هي سينمائيه من الاساس. يعني هي هتلاقي مسرحيتين او ثلاثه في مشوارها ما تلاقيش ولا مسلسل تلفزيوني. هي اعترفت بكل المقربين ليها لا بتحب المسرح ولا بتحب التلفزيون. بس اخر عمل عملته مسرحيه اللي هي عائله سعيده جدا قبل الاعتزال، عشان خاطر المخرج والمؤلف الكبير جدا يعني الراحل السيد بدير، لانه هم كل الجيل ده مدين السيد بدير. ده العمل المسرحي الوحيد اللي عملته اللي هو عائله سعيده جدا قبل اعتزالها. دي اخر مسرحيه. عملت مسرحيه ثانيه اسمها 20 فرخه وديك، اعتقد مش مشهور قوي بشهره عائله سعيده جدا. طيب استاذ اشرف، في كمان يعني قصه الحقيقه شهيره جدا وفي ناس تبقى عايزه دايما تعرف تفاصيلها، فكره علاقه الحب بين زبيده ثروت والعندليب طبعا عبد الحليم حافظ. يمكن هما فيلم يوم من عمري الحقيقه كان من اهم كمان افلامها في مسيره زبيده ثروت، والموضوع ليه قصه كده مختلفه. هي طلعت وقالت انه واعترفت انها احبت عبد الحليم حافظ وعبد الحليم حبها، ويمكن الاسرار اللي قالتها في السنوات الاخيره من عمرها، يعني انا شرفت ان انا عملت معاها حوار الحقيقه في ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، يعني من الحاجات المهمه في الحوار الصعب. يعني كمان هي قالت ان عبد الحليم حافظ يتقدم لها يعني، لكن والدها ووالدتها كانوا من الناس السداد جدا، وقالوا لها والدها رفض بشده وقال له انا مش هجوز بنت المغنواتي. واعتقد ان التجربتين في حياتها كانت واقفه قدام عبد الحليم. التجربه الاولى شافت عبد الحليم اول مره بجميله، والتجربه الثانيه يوم من عمري هي الحبيبه ودور نانا الشهير جدا جدا الحقيقه. وكمان يعني لا اغفل انه عاطف سالم مهم جدا في مشوارها كممثله كسينمائي، عمل لها فيلم زمان يا حب بتاع فريد الاطرش وفيلم يوم من عمري، وهي كانت بتحب الشغل مع عاطف سالم. جميل. وكمان حبت كل من عبد الحليم حافظ وحبت فريد الاطرش كمان، لانه لما رشحها المخرج الكبير الراحل عاطف سالم لزمان يا حب كان يوم عيد ميلادها وقالت له انك ترشحني ان اقف قدام فريد الاطرش في فيلم، دي احلى هديه انت هديتها لي في عيد ميلادي. فاعتقد انه الحب اللي بينها وبين عبد الحليم حافظ هي لو عرفت كانت اتجوزت، يعني لو عرفت بدري وقتها لما عرفت ان عبد الحليم حافظ تقدم لها وقت لاحق يعني كانت خلاص اتجوزت من المنتج السوري الكبير، يعني واحد من صاحب الايادي البيضاء على السينما المصريه، يعني المنتج صبحي فرحات، وكانت خلفت اربع بنات متتاليه، لان تقريبا بين الاربع بنات سنه يعني، فكانت خلاص بقت ام والموضوع يعني عبد الحليم حافظ لم يعد يصلح لها او هي تصلح. صحيح. طب عايز اسال حضرتك استاذ اشرف كده بعين الناقد الفني، اكثر دور شايفه زبيده ثروت تالقت فيه ونضجت فيه فنيا، يعني نقدر نقول ان الدور ده لم تعتمد فقط على جمالها لكن كان في تمثيل، كان في اداء فني في مسيرتها الفنيه، شايف ايه اكثر دور؟ انا والله مش عارف، هو في فيلم طبعا، هو طبعا كان الحضور الطاغي لسعاد حسني، بس انا بحب التفضيل الحقيقه، بس فكره الصديقه المكلومه اللي بتكتشف ان صديقتها بتحب جوزها، هي عملته بحرفنه شديده جدا جدا. ولعلمك انه الفيلم اتعمل بعد النجاح المدوي لمسلسل اذاعي، يعني الحب الضائع اتعمل في الاذاعه الاول. صحيح. وكان البطل عمر الشريف، ولما اتعمل في السينما بقى البطل رشدي اباظه، وكانت في الاذاعه صباح، ولما اتعمل في السينما اتعمل جت زيوده ثروت. فهي تفوقت كتير جدا على صباح في فكره انها تبقى هي بطولتها يعني. واعتقد طبعا هي بتحب كمان في بيتنا رجل، لانه تجربه سينمائيه مختلفه واتكرمت عشانه،
ويعني هي ادوارها فيها علامات، وما تقدرش كمان تنسى يوم العمري لان طبعا فيلم مهم جدا واتلقبت بعده بملكه الرومانسيه. وتحس انه فعلا لما عبد الحليم غنى بامر الحب هو فعلا بيغني بامر الحب لزبيده ثروت. طبعا يعني الفنانة زبيدة ثروت الحقيقة كانت فنانة حقيقة موهوبة، يعني حتى بجانب جمالها كانت زي ما كان أستاذ أشرف بيتكلم فعلا اشتغلت على نفسها وقدرت يعني أنها زي ما بنقولها كده لو فنان مالك أدواته ونضجت فنيا طبعا في وقت من الأوقات، وشفنا ده يمكن في أعمالها وجود فيلمين من أفلامها وهو في بيتنا رجل والمذنبون في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، دي برضو كمان حاجة أكيد مهمة جدا. نشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أشرف شرف، شكرا جزيلا ليك.